أقسم لك بالله يا أختي بكاش لي بجلك وكرمك واحترمك ورفد من شأنك وقدرك كالإسلام. والله خير القوانين هذه الوضعية وهذا الزبالة نتاع البشر هذا كذب في كذب. حابين يعريوك يخرجوك للفسوق يديوك للمعاصي يذهبوا بالشرف نتاعك يساوموك في 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 دينك في كذا بعدين تروحي لواحد الطريق مسدود هذا وش الحال. أما الله عز وجل ربي يرفع لشانك سمى سورة النساء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة والزوجة الصالحة. اطيع الله ولا غرك في الفايدة الماكيزة في البيت. قلت له أنا ما تسموهاش الماكيزة في البيت قلت له هذيك مديرة في بيتها مديرة معلمة هذيك. اتق الله يا أختي لا تسمعي لمن يريد أن يخرجك عن الصراط المستقيم. اتق الله كاين شرع كاين صلاة صلي صلاتك طالع الدرج كي تجي طالع شفت الأفواج نتاع الرجال ولقيت الأفواج تاع النساء يودي مت بالفرحة أقسم لكم بالله غير مت بالفرحة. وشوف أنا البنات هكذاك العازبات ولا المتزوجات ولا الأمهات وجايين أفواج أفواج الحمد لله يا ربي اللي جاوا للجامع وما راحوا في جهة أخرى هذا فضل الله عليهم. ولهذا أختي المسلمة أكيد تشوفي ذوك في التلفاز اللي تحت اللي راه في القاعة وهذه الخطبة والرجال راهم يسمعوا يا أختي اتقي الله أنت درة مصونة. الوردة الوردة كي تعطيها الواحد وتكون جديدة وجبتها له وتكون باهية الوردة اللي أكثر فيها اليدين تذبال والفهم يفهم العقل الراشد. الوردة كي من يد وتجيبها هكذا تجي زاهية وضاوية وشابة ما شاء الله طيب أكثر عفسوا فيها اليدين عفسوا فيها اليدين تذبال تروح تتولي ما تسواش يرميوها. أنت درة مصونة يا أختي المسلمة اتقي الله أصبري واحتسبي ومشي حالك واتقي الله وأطيعي الله وأطيعي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حبيتي الأسوة فلك خديجة ولك عائشة وحفصة وجويرية وأم هاني وأم أيمن وغيرهن من 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 الصحابيات الجليلات هذوما قدوتنا هذوما أسوتنا. الله يفتح على الجميع بالخير والعافية.